موعد رياضي جديد من اون لايف، اسعد الله اوقاتكم. وجه النادي الاهلي انذارا لنظيره النجم الساحلي التونسي بعد ان حقق الفوز على حساب ضيفه الرجاء برباعيه مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام والمؤجل من الجوله الثالثه لمسابقه الدوري الممتاز. اهداف الاهلي سجلها احمد فتحي ومؤمن زكريا ونيجيري جونيور اجاي وسعد سمير على الترتيب، بينما احرز احمد سعيد هدف الرجاء الوحيد. رفع النادي الاهلي بهذا الفوز رصيده الى 7 نقاط في المركز السابع، ولا يزال له مباراتان مؤجلتان امام الاسماعيلي ومصر المقصه، فيما بقي الرجاء بلا نقاط في المركز الاخير. يذكر ان نادي القرن في افريقيا سيواجه النجم الساحلي الاحد المقبل في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وقد اكد المدير الفني للنادي الاهلي حسام البدري ان الفوز على الرجاء حقق اكثر من مكسب، سواء بالحصول على النقاط الثلاث في الدوري أو الحفاظ على استقرار الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلي، مشيرا إلى أنه راعى مواجهة الفريق التونسي في تغييراته أمام الرجاء. الحمد لله على الفوز النهاردة، زي ما بقول كانت 3 نقاط مهمين جدا في مشوار الدوري. زي ما احنا عارفين عندنا مؤجلات كثيرة جدا، ويمكن ترتيبنا في جدول الدوري بعاد جدا طبعا، فأي 3 نقاط مهمين، وبالذات طبعا ارتباط مباراة النهاردة برضو بمباراة النجم، تحضير وإعداد لمباراة النجم. أنت بتتكلم على الإصابات وكده، لا أكيد طبعا لما يعني إصابة حسام عاشور هنشوف إن شاء الله مداها إيه، وهيتحدد الكلام ده بكرة. لكن تحت اي ظروف انت بتتعامل، تحت اي ظروف وارد الكلام ده كله وارد، وان شاء الله عندنا البدائل والبدائل بشكل كويس ان شاء الله. فان شاء الله تفكيرنا كله بقى في مباراه النجم ان شاء الله، ويا رب نكون موفقين فيها باذن الله. لا اكيد طبعا مباراه النجم فيها تفكير مختلف. انا كل التغييرات النهارده يعني طبعا كانت مرتبطه بالمباراه شويه، وكانت مرتبطه اكتر بمباراه النجم، على اساس ان انا كنت كل تركيزي ان انا رايح اللعيبه النهارده وما يحصلش اي اصابات ثانيه، وكنت بحافظ على مجموعه اللعيبه اللي موجوده. يعني كان نفسي يبقى التغييرات النهارده 4 و5 عشان اريح بعض اللعيبه الثانيه، لكن زي ما ريحت اجاي، زي ما ريحت صالح، زي ما مرضتش طبعا يعني اشرك عمرو السوليه، لان عمرو السوليه اصلا انا مريحه النهارده لانه لعب كم كبير جدا من مباراه الفتره اللي فاتت، فعاوزه يبقى جاهز لمباراه النجم بشكل كويس ان شاء الله. وقال البدري ان المهاجم المغربي وليد ازارو من العناصر المهمه بالفريق، وهو مهاجم يتميز بالسرعه والشراسه، ويحتاج لمزيد من التوفيق امام المرمى لاحراز الاهداف، مؤكدا دعمه لمهاجمه المغربي ليكون مهاجما مكتملا لنادي القرن. وليد يمكن طبعا مش موفق في بعض طبعا الشغل على الجون، محتاجه شويه، لكن خلينا نقول ان هو لاعب خطر، عنده شراسه، والدليل على كده الهدف اللي عمله الاجاي. يعني يعني السرعه دي ما تلاقيهاش عند اي حد. يعني دعمنا لوليد ازارو، انا مقتنع جدا بالكلام دوت، وعارف انه ان شاء الله باذن الله انه لاعب هيبقى مفيد جدا بالنسبه لنا، وبالفعل هو مفيد، لعيب مزعج عنده شراسه. وانا لو وليد ازارو بيلعب في اي فرقه ثانيه هعمل له حساب بشكل كبير جدا لو بيلعب قدام يعني، وعارف طبعا الكم ان شاء الله اللي هيكون موجود في برج العرب ان شاء الله باذن الله يبقوا دعم لينا ان شاء الله، ويبقوا هم يعني سبب من اسباب ان شاء الله فوزنا باذن الله. بتمنى من ربنا التوفيق ان شاء الله، وانا عارف كل جماهير النادي الاهلي، واحنا يعني انا على الجانب ان انا مدير فني، لكن انا اكثر من مدير فني انا مشجع اهلاوي بشكل كبير جدا يعني. كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني لديه كل الثقة في العناصر التي ستكون جاهزة لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة، والتي يثق في قدرة جماهير النادي التي ستملأ جنبات استاد برج العرب على دفع الفريق للفوز والعبور لنهائي البطولة الأفريقية. مباراة مستني فيها مساندة جماهيرية كبيرة جدا، مستني فيها حضور جماهيري كبير جدا جدا جدا. زي ما قلت ثقتنا في المجموعة اللي باقية كلها موجودة، غياب أحمد فتحي طبعا كمان للإنذارين، هنشوف برضو موقف هشام محمد، لكن أيا كان الوضع إن شاء الرحمن بإذن الله ربنا يكون موفقنا فيها بإذن الله تعالى، ونعدي المباراة ونروح للنهائي بإذن الله. في فترة قليلة خدنا مجموعة من اللقاءات المهمة، سواء كانت مع الترجي أو ذهابا وإيابا، وبعدين النجم الساحلي، وبعدين لعيبة المنتخب راحت مباراة كانت فاصلة وحاسمة وتأهلنا بها الحمد لله رب العالمين لكأس العالم، وبعد كده عندنا مباراتين في الدوري، مباراة يوم 12 ومباراة يوم 16، فكل ده بالتأكيد كان في عدد مباريات في بداية موسم كان للعيبة، لكن بقى خلاص عندنا الفترة اللي جاية والأيام اللي جاية، يا رب إن شاء الله الرحمن بإذن الله نكون تحضرنا لها كويس للمباراة واستعدادنا لها كويس، وربنا يكون موفقنا خلال المباراة بإذن الله.
أما عماد النحاس المدير الفني للرجاء فقال إن الفروق الفردية والجماعية كانت في صالح النادي الأهلي بشكل كبير، وإنه قبل التعاقد مع الرجاء وكان يعلم بوجود مشاكل كبيرة في الفريق، وأنه سيسعى لعلاجها وتثبيت تشكيل أساسي خلال الفترة المقبلة. أنت تجاري النادي الأهلي في اللعب، حاولنا أن احنا ندافع بأكبر عدد ممكن، ما يكونش فيه أخطاء، لكن للأسف يعني على الرغم الخبرات اللي موجودة، ولكن عايز اقول حاجه بسيطه، ان احنا النهارده الماتش الخامس 25 لعيب لعبوا في خمس ماتشات، ده عدد كبير ان انت في خمس مباريات تلعب تشارك 25 لعيب، يعني ده معناه حاجات كتير في الكوره، يعني معناه ان انت ما عندكش قوام اساسي جوه الملعب، بنغير في لعيبه. الثلاث ماتشات الاولانيين مع الجهاز الاولاني اللي كان شغال لعب 23 لعيب، النهارده احنا دخلنا 2 لعيبه بيشاركوا برضو الماتش اللي فات والنهارده، يعني 25 لعيب انا بشوف ان هو كتير، ده معناه ان ما عندكش قوام اساسي كان يبتدي الدوري. يعني عندنا مشاكل كتير، بنحاول ان شاء الله ان احنا نحل في المشاكل اللي جوه الفرقه، سواء كانت مشاكل فنيه او مشاكل بدنيه او مشاكل، مش هقول لعيبه لان النادي قايم بدوره على اكمل وجه، يعني النادي مش مقصر في حاجه، يعني احنا قبل المباراه عاملين معسكر من بعد مباراه الداخليه، ولكن مهما اتكلمت في الكوره فالفرق كبير طبعا، واضح في الملعب ما بين النادي الاهلي ونادي الرجاء. وقد تلقى فريق النادي الأهلي مفاجأة غير سارة على الأقل حتى الآن، وقبل لقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له الأحد المقبل على استاد برج العرب في جولة الإياب من دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث تعرض حسام عاشور لاعب الوسط المدافع للإصابة في العضلة الضامة بعد مرور 22 دقيقة من بداية مباراة الرجاء، ليغادر الملعب ويحل بدلا منه محمد دجيب. يخضع عاشور لاختبار طبي اليوم لحسم مشاركته في المواجهة الحاسمة أمام النجم الساحلي. كشف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أن حالة الثنائي عبد الله السعيد ووليد سليمان لاعبي الفريق تحسنت بشكل كبير في التدريب الأخير قبل مواجهة فريق الرجاء، وأكد البدري أن كليهما سيشارك اليوم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق، وذلك وفق تأكيدات الجهاز الطبي بالفريق. كان السعيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة النجم الساحلي الأولى في سوسة، وغاب عن المنتخب الوطني في مواجهة الكونغو الأخيرة، وكذلك وليد سليمان والذي أصيب في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري. ويواجه الأهلي أزمة في وسط ملعبه قبل أيام قليلة من مباراته أمام النجم الساحلي التونسي. هذا ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا بداية من الخميس المقبل ببرج العرب الأسكندرية، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في إياب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل. وكان النجم الساحلي قد فاز على النادي الأهلي في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، ويكفي النادي الأهلي الفوز بهدف للا شيء ليتمكن من الصعود للمباراة النهائية. قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يصر على تعيين حكام أجانب لمباريات فريقه بالدوري من أجل استكمال المشاركة به على حد تعبيره، مبررا موقفه بأن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام أكد على أن الحكام المصريين يرفضون إدارة مباراة الزمالك. هو حل المشكلة قال الحكام المصريون لن يحكموا للزمالك، واحنا بنشكرك على هذا الاقتراح، احنا عايزين حكام اجانب. انت اللي قلت هما لو حكموا غصب عنهم هينتقموا من الزمالك، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ مش ناس رافضه عشان زعلانه من الزمالك؟ ما دام زعلان من الزمالك رئيس الزمالك يبقى انت هتنتقم من الزمالك، ونحن نرفض الحكام المصريين، لانه بعد اللي قاله ده ما عادش ينفع حكم مصري يحكم للزمالك، واحترامنا طبعا ل 99% من الحكام المصريين، انما هو بناء ده البنا ده عاشور. وتمسك رئيس الزمالك بعدم استمرار فريقه بمسابقة الدوري في ظل وجود مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك لن يكون أداة لهدم استقرار الدولة. كلنا شفنا هذا الظلم، بل فجر التحكيم. ويمكن الاخ المدير النادي اعلن في وقتها ان الزمالك مش هيكمل في وجود هذا الاتحاد، والزمالك مش هيكمل في وجود هذا الاتحاد، وضعها طبيعي. هذا الاتحاد قدامه لغايه يوم
شيل 30 29 اكتوبر لو ما فتحش باب الترشيح اللجنه الاولمبيه هتفتح باب الترشيح طبقا للقانون اللي انا ساهمت في عمله. وعشان كده كان في محادثه بيني وبين السيد وزير الشباب والرياضه، اعتقد هو امبارح قال كلام ناس شفته غلط. وكان في لقاء بيني وبين مسؤول في الدوله كبير لغايه الساعه 2 بالليل امبارح. نادي الزمالك مش نادي صغير. نادي الزمالك نادي كبير. بعد اجتماع امبارح مع هذا المسؤول الكبير النهارده السيد وزير الشباب والرياضه، هذا الاتحاد زي ما قلنا قبل كده مش هنلعب في عهد خلاص، قصه منتهيه. مش بقول لك ايه والزمالك هيرجع في كلامه، لا، الزمالك جزء من الدوله المصريه، جزء من الدوله المصريه، ومصر بتمر بفتره صعبه. تاني، مصر بتمر بفتره صعبه. الزمالك عمره ما يكون اداه او وسيله لهدم اي استقرار في البلد، حتى استقرار الرياضي او السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي. أرسل الزمالك خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد خلاله استعداده لدفع أي مستحقات متأخرة عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحجز على أرصدته في البنوك يعطل السداد. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أرسل إلى الزمالك قبل يومين خطابا يطالبه بسداد مستحقات لاعبه البرازيلي ريكاردو الظهير الأيسر السابق للفريق والمقدرة ب 600 ألف دولار. وأرفق هاني زاد عضو مجلس الإدارة ونصر عزام المستشار القانوني للنادي بالخطاب جميع الأحكام الصادرة ضد نادي الزمالك بالحجز على الأرصدة في البنوك بطلب من مرتضى منصور رئيس النادي.